لو الحكاية فيها إن فيتو اللي حصل بعد نص ساعة شايلين على كتفنا. لا هو ايه كده بقت من هنا لهنا اسرع او كده دي اسرع. اللي حصل بعد اللجنه او سمع اللجنه مجمع عليه الناس حاسين تمام. انا صح معاك نفس اللجنه ايه اللي حصل تمام. واحنا نازلينه انا نزلت قالوا لي الواد ياسر مجمع عليه طلعنا انا وزمايله في ايه لانهم نازلينه من عند فين اللي دخلناه عند رئيس اللجنه. لا دخلوه هنا دخلوه هنا. احنا قسمنا الاسعاف الكلام ده من 10 ل 5 شوف الاسعاف جايه الساعه كام تمام. قال لنا اصرفوا عبال ما تودوه مش هناخد وقت هناخد وقت اطول فاني الاطول انها تاخد نص ساعه والله اعلم او بعد ما تسعفوا ولا احنا كنا شلناها سبع دمار رجاله مع بعض وقتنا نخش نخش نقطتين فانا اسرع ولما اتكلم حد لا اطلع تسلكوا اطلعوا بره عايزين هوا.